أهلا وسهلا بكل الأصدقاء والصديقات في حلقة جديدة من حلقتنا على المشاهد تي في. نخصص هذه الحلقة في ظل الوضع المتأزم والمتوتر بين المغرب والجزائر، واتهام المغرب بالتجسس يعني اللي على مجموعة من الشخصيات. يجب أن نتطرق يعني لمناقشة هذا الموضوع، أن نناقشه من جوانبه الحقيقية، ونعقد كنديروا واحد المقارنة بين الوضع الاجتماعي والاقتصادي بين المغرب والجزائر، والمؤشرات الاجتماعية ونسبة الفقر في المغرب وفي الجزائر. بقوا معنا. إذن من طبيعة الحال غادي ندوز لواحد المعطى أساسي، غادي ندوز لواحد الحي اللي سميته حي الوئام الصفيحي. هذا حي الوئام الصفيحي كيتواجد بالعاصمة الجزائرية، من أكبر الأحياء الهامشية وديال الصفيح اللي كاينة في الجزائر. هذا الحي هذا يعني الناس من أواخر السبعينات وبداية الثمانينات كاين اللي تولد تماك، ودابا أولادو راهم مجوجين فيه، بمعنى أنه لمدة ديال 50 عام ولا 45 عام أن هذا الحي الصفيحي ساكن في العاصمة الجزائر وكيتمدد، وأزيد من يعني من 40,000 نسمة ساكنة في هذا الحي. بالله عليكم، هاد يعني هاد الدولة هذه اللي عندها البترول وعندها الغاز الطبيعي وعندها البحر وعندها وكتدعم في المخيمات ديال القيطون، هاد الكبرانات واش سؤال بسيط، واش ما قدروش انهم يحيدوا حي صفيحي من العاصمه؟ اشنا هو الوجه المشرف لهذه العاصمه مني كتدخل وكتلقى البرارك وكتلقى احياء الصفيح وكتلقى يعني الناس مهمشين لدرجه قصوى، بلا مراحيض بلا ماء بلا كهرباء. اش من عاصمه هذه؟ مش غادي نقارنوها بالرباط، نقارنوها بكازا، نقارنوها بمدينة صغيرة بحلقة العتسراغنة اللي كتواجد في وسط المغرب. هاد المدينة هذه اللي ما فيهاش يعني دوار صفيحي واحد، هذه مدينة صغيرة في قلب المغرب بلا ما نهضروا على المدن الكبار. هذه العاصمة ديالكم، راه الرباط المغرب دارها عاصمة ثقافية، الى تخليها شي واحد من عندكم غادي يدوخ. وبالدليل على هذا كيجيو الجزائريين مع المحبة لهم الكاملة، لانه كاين فرق شاسع وكبير بين الشعب الجزائري وبين الكبرانات والعسكر والدوزيام حلوف. نمشي للارقام، لان انا احنا ما خصناش نبقاو كنهضروا، نمشيو للارقام ونشوفوا هاد النسب. الرقم الاول صادر عن صندوق النقد الدولي، كيقول لك بان عدد الفقراء سنه 2015 9 المليون. احسبوا معايا مزيان، 9 المليون بعد ما كان 8 المليون سنه 2014. بمعنى ما بين 2015 بين 2014 و2015 زاد مليون ديال الفقراء. مزيان، هاد الحكومة وهاد الجزائر وهاد الكبرانات اش كيديرو الله أعلم. نزيد نكمل، بمعنى أن 20% من الفقراء عندهم هاديك الساعة في 2014 و2015 أقل من 4 ديال الدولارات يوميا. بالحساب ديال الدرهم ديال المغرب ما عندهمش 40 درهم مغربية. نزيد نكمل، هاد البنك الدولي كيقولك بأن 193,000 عائلة فقيرة بالجزائر عام 2015 بعد ما كانت 162 عائلة سنة 2014. حسبوا معايا، من 162 إلى 193، بمعنى أن الجزائريين الذين ينفقون 44 من ميزانيتهم السنوية فقط على الماكلة، على الحاجيات الغذائية. نوقف ولا نكمل؟ نعاود نكمل، يعني هادشي بديناه من 2014 وغادي نساليوه في 2020 ونشوفوا النسبة ديال الفقر.
اذا كما قلت يعني الارقام هذه ديال الجزائر ماشي ديال المغرب، ماشي ديالها ديال شي واحد، وكذلك ارقام ديال البنك الدولي بان نسبه الفقر في الجزائر يعني والمؤشر ديالو صعد من 24% الى 38%، ودابا كيتجاوز العتبه ديال اكثر من 40%. غتقولوا هذه الارقام يعني اشنو هو السبب الحقيقي فيها، واش كتعكس من صور ديال نسبه الفقر في الجزائر. كنشوفوا يعني صفوف طويله ديال الناس باش يشدوا السميده والحليب، السميده والحليب ان الناس واخدين عليهم السربيس بلا ما نهضروا على الاساسيات الاخرين. هذه الحليب والسميده اللي في المغرب فين ما درتي كتلقى الحليب وكتلقى السميده مليوحه بواحد الثمن بخسو حتى واحد ما باغي يشريها. مشهد اخر، مشهد اكثر من موديل، ان الماء كيتطلق بالوقت وكيتقطع بالوقت، ان الكهرباء يعني دوله ديال البترول فيها الكهرباء كيتقطع. هذه راها يعني من الطرائف العالميه خاصها تدخل المسابقه غينيس، ان بلد عنده البترول وعنده كل شيء وكيتقطع فيه الضوء. هادو كيفاش غادي يديروا الصناعه؟ والخطير في الامر ان هناك يعني مدن ولا قرى ما فيهاش كهرباء، وراه هنا في المغرب فين ما مشيتي كاين الضوء كاين الكهرباء وكاين الانترنت. هذه المشاهد اش كتعكس؟ ولا هذا الوضع الاجتماعي المأزوم مع طبيعه الحال غادي يخرجوا في تظاهرات كل جمعه لعسكر الجزائر والاحتجاجات، رغم ان هذا النظام يعني تبدل من انسان مقعد لجابوا واحد عنده السميه في شكل ما كنقدروش كنقولها حتى في المغرب، وخرج مرسوم باش يبدل حتى السميه ديالو، لانه كاين شي سميات ديال الشفاره واللصوصيه وقطاع الطرق وهذا حتى الاسماء نبقاو حاري. هذا شي مره غادي ندوزو للموضوع على لانه فيه الضحك وفيه التريكي وحنا كنهضرو بشكل جدي. المشهد الخطير، المشهد الخطير هو ان هاد الناس اللي كيخرجوا يحتجوا كيخرجوا على الكبرانات لان الوضع مأزوم. غادي تقول السؤال البسيط يعني المنطقي، فين مشاو هاد الفلوس ديال البترول وديال الثروات وديال الشعب الجزائري؟ من طبيعه الحال كيقول لهم راه حنا كنقدموها مسانده للشعب الصحراوي وكنقدموها لجبهه البوليزاريو، وراه حنا كنشريوها اسلحه، راه المغرب باغي يهجم علينا. واش هاد المغرب ما صاب ما يدير؟ واش هاد الشعب المغربي ما صاب ما يدير تيهجم عليكم؟ وراه الشعب المغربي والمالك وراهم خدامين في التنميه الاجتماعيه واقتصاديه، كتبان في التجيبي، كتبان في الميناء ديال طنجة المتوسط، كتبان في الميناء ديال داخل الداخله، كتبان في 15 مليون ديال الاجانب ديال السواح اللي كتجي. ربي تصوروا معايا 15 مليون كتجي وكتجيب الحقائب ديالها وكتجيب الدولارات ديالها وكتمشي ناشطه وكتصور وكتمشي ناشطه وكتعاود ترجع، بمعنى توفير كل الامن بالليل بالنهار في البحر في الجبل في المدن في القرى فين ما مشيتي ما كاينش مشكل عندنا، لانه حنا ما كنضربوش مع الناس، حنا كنستقبلوا الناس، عارفين ما معنى الاستثمار الاقتصادي وما معنى التنميه الاقتصاديه، ماشي واحلين اننا خالقين مشكل ديال جبهه البوليزاريو وكنقولوا للشعب الجزائري وراه حنا كندعموا في الجبهه وراه المغرب يهدد الكيان ديالكم. راه هذا المغرب الذي يهدد الكيان ديالكم راه كان قبل ما تكونوا نتوما، ملي كنتو مستعمرين من تركيا كان المغرب، قبل ما تكونوا نتوما كنتو تابعين للمغرب، وان المغرب هو اللي قدم لكم الدعم باش تستقلوا، ولكن دائما الايادي الممدوده
كتعضوها لانها لانكم انتما يعني هاد الحكام ولا هاد الطغمه الحاكمه هي جزء لا يتجزأ من مخطط امبريالي فرنسي استعماري. العمق ديالو انه ينهب الشعوب. هاد الطغمه هذه لا تختلف كثيرا عن هذه ما نجدها في فرنسا التي استعمرت المغرب واستعمرت افريقيا وكبدت المغرب واخرت المغرب لسنوات طويله. المغرب عاق بهاد الكليشيات وبهاد النمطيات ودخل في منظومه جديده، منظومه ديال انه حسن من الوضع الاجتماعي. نعطيكم الدليل بالملموس، يعني في اوج ديال كورونا ان المغرب قدم مساعدات للملايين الملايين، ماشي واحد ماشي جوج ماشي عشرة ماشي 100,000 ماشي 200,000، يعني ملايين ديال المغاربة قدم لهم المساعدات. في الجزائر في هذا حي الوئام اللي البشر كيخجل انه يقول لك راني كنسكن في هذا الحي لانه ما فيش حتى شويه ديال الانسانيه، حتى جزء لا يتجزا، داك الجزء الصغير من الانسانيه ما كاينش. يعني من 2014 الى كانت من 2014 ل 2015 كيتزاد مليون ديال الفقراء في الجزائر. 2014 2021، يعني لمده ديال 7 سنوات غادي يتزادوا فيها 7 المليون ديال الفقراء، بمعنى انه غادي تولي 21، يعني 23 ولا 24 مليون جزائري ما كيكسبوا ما كيعلموا، في حين ان واحد فئه صغيره في الجزائر اللي هي الجنرالات والكبرانات والطغمه الحاكمه اللي عندها علاقه مع الامبرياليه وعندها علاقه مع فرنسا هي اللي شاده كل شيء. ومن طبيعه الحال باش تصدروا الازمه اللي كاينه داخل الجزائر والناس اللي كتقول لكم من اين لكم هذا وكتقول لكم فين مشات الثروه ديال الجزائر كتديوها للحباسات. والمشكل الجديد اللي خلقتو لا المغرب كيتجسس عليكم، وراه الصور ديالكم في اليوتيوب، الصور ديالكم في اليوتيوب والمشاهد الملتقطه من قنوات ديالكم تبين هذا العز، تبين هذا الفقر، تبين هذه المهانات، تبين هذا الذل. فين غاديين؟ راه قاطره المغرب العربي ما يمكنش يسوقها الا واحد هو المغرب، لانه الانضج ولانه الاعقل ولانه عنده تراكم تاريخي كبير ولانه عنده مفكرين وعنده فلاسفه وعنده منظرين وعنده ناس واعرين في الاقتصاد. راه هذا الشيء ما كانش يوصل ليه المغرب لولا انه كل ما كانش عنده طاقات بشريه خلاقه واعده. راه باش يتزاد مليون ديال الفقراء في العام في الجزائر هذه راه نكته، هذه الاحصائيات ديالكم ماشي ديالنا حنا، هذه الاحصائيات ديال البنك الدولي ويمكن تقارنوها بالارقام ديال المغرب، ان نسبه ديال الفقر يعني في المغرب ما وصلش ل 8 فاصله شي حاجه بالمقارنه مع 38%، يعني راه فايتين نتوما ب 30%، والامكانيات اللي عندكم الاقتصاديه راه ما كايناش في المغرب. الكبرانات واش كتقراو شي شويه وكتقراو هاد المؤشرات الاقتصاديه ولا غادي نساقين هاد البلاد ديال الجزائر للتهلكه؟ بقاو كتشيلوا في الاسلحه وجوعوا هاد الشعب الجزائري. اذا باش ما نطولش عليكم فقط درنا هذه الحلقه هذه، ان العمق الجزائري راه قاتلو الفقر، راه من ثلاثه ديال الاوصار كتلقى من ثلاثه ديال الفقراء كتلقى فقير مدقع ما عنده لا سكن لا ماكله لا لباس لا والو لا حتى حاجه، يعني داك الفقر المدقع اللي ما عنده بوك كيف ما كنسميوه حنا في المغرب. راه 193,000 عائله في الجزائر مكسبه مضلله كما كنقولوا، يعني يعمي الاملاق والفقر الاوجه ديالها حشمتوها.
وهذيك الاحياء الهامشيه ودون الصفيح حديت ولا حرج. راه الا درنا جوجل ماب في شي بلايص ما كيعطينا فقط السميه، حتى الضو ما كاينش، حتى الماء ما كاينش. راه تيجي فيك يتم جاي يجري في ساعتين من طنجة حتى كازا، وديرو شي تيجيفي، ديرو شي قطار سريع، ديرو شي منجز، شي ميناء كبير، ديرو شي لعيبة خليوها للشعب الجزائري. بركة عليكم ما تحضيو المغرب، بركة عليكم ما تحضيو المغرب. نأتي إلى نهاية هذه الحلقة على أمل استكمال النقاش في حلقات قادمة بحول الله. كان معكم عبد الله، كل المحبة، ما تنسوش دعموا القناة ودعموا هذا المحتوى، كل الشكر. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.